يقول مالك بن دينار: دخلت البصرة يوماً فوجدت الناس قد اجتمعوا في المسجد الكبير يدعون الله تعالى من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، لم يغادروا المسجد، فقلت لهم: ما بالكم؟ فقالوا: أمسكت السماء ماءها وجفت الأنهار ونحن ندعو الله أن يسقينا. فدخلت معهم يصلون الظهر ويدعون، والعصر ويدعون، والمغرب ويدعون، والعشاء ويدعون، وخرجوا ولم يعطوا مسألتهم من السقيا. يقول: ثم ذهب كل منهم إلى داره، وقعدت في المسجد ولا دار لي. فدخل رجل أسود البشر أفطس، أي صغير الأنف، أبجر، أي كبير البطن، عليه خريقتان، ستر عورته بواحدة، وجعل الأخرى على عاتقه، فصلى ركعتين ولم يطل في الصلاة، ثم التفت يمينا ويسارا ليرى أحدا، ولم يرني، فرفع يديه إلى القبلة وقال: إلهي وسيدي ومولاي، حبست القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، فأسألك يا حليماً ذا أناه، يا من لا يعرف خلقه منه إلا الجود، أن تسقيهم الساعة الساعة الساعة. يقول مالك: فما أن وضع يديه إلا وقد أظلمت السماء وجاءت السحب من كل مكان فأمطرت كأفواه القرب، واستجاب الله لدعائه، فعجبت من هذا الرجل. ثم خرج الرجل من المسجد فتبعته، وظل يسير بين الأزقة والدروب حتى دخل داراً، فما وجدت شيئا أعلم به الدار إلا من طين الأرض، فأخذت منها وجعلت على الباب علامة، فلما طلعت الشمس تتبعت الطريق حتى وصلت إلى العلامة، فإذا هو بيت نخاس يبيع العبيد، فقلت: يا هذا، إني أريد أن أشتري من عندك عبدا. فأراني الطويل والقصير والوجيه، فقلت: لا لا، أما عندك سوى هؤلاء؟ فقال النخاس: ما عندي غير هؤلاء للبيع. فقال مالك: وأنا خارج من البيت وقد آيست، رأيت كوخا من خشب جوار الباب، فقلت: هل في هذا الكوخ من أحد؟ فقال النخاس: من فيه لا يصلح، أنت تريد أن تشتري عبدا، ومن في هذا الكوخ لا يصلح. فقلت: أراه، فأخرجه لي، فلما رأيته عرفته، فإذا هو الرجل الذي كان يصلي بالمسجد البارحة، فقلت للنخاس: أشتريه. فأجابني النخاس: لعلك تقول غشني الرجل، هذا لا ينفع في شيء. فقلت: أشتريه، بل أشتريه. فزهد في ثمنه وأعطاني إياه. فلما استقر بي المقام في بيتي، رفع العبد رأسه إلي وقال: يا سيدي، لما اشتريتني؟ إن كنت تريد القوة فهناك من هو أقوى مني، وإن كنت تريد الوجاهة فهناك من هو أبهى مني، وإن كنت تريد الصنعة فهناك من هو أحرف مني، فلما اشتريتني؟ فقلت: يا هذا، بالأمس كان الناس في المسجد وظلت البصرة كلها تدعو الله من الظهر إلى ما بعد العشاء، ولم يستجب الله لهم، وما إن دخلت أنت ورفعت يديك إلى السماء ودعوت الله حتى استجاب الله لك وحقق لك كل ما تريد. فقال العبد: لعله لغيري، وما يدريك أنت، لعله رجل آخر. فقلت: بل هو أنت والله. فقال العبد: أعرفتني؟ فقلت: نعم. فقال: أتيقنتني؟ فقلت: نعم. يقول مالك: فوالله ما التفت إلي بعدها، إنما خر لله ساجدا فأطال السجود، فانحنيت عليه فسمعته يقول: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، فلا أطيق عيشا على الدنيا بعدما اشتهر. وفاضت روح العبد الصالح بعد ذلك إلى بارئها. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأخفياء، آمين اللهم آمين.